تجديد حسن بهد اللعب. الفريق الماليزي بيحاول ينقذ حماسنا بالمصيبة بتاع كورة، لكن يحاول تطلع برا، يحاول حدا لكن ما راحت، راحت لناصر يوسف ظهير الجناح اليمين اللي بالدور ويلعبها لأحمد يوسف لاعب الوسط الماليزي اللي بيلعب الوسط معاه. قمر الزمان، قمر الزمان يلعبها لمين؟ أبو حنيفة، أبو حنيفة لأحمد يوسف، بتاع عثمان ترجع الوينج لأحمد يوسف مع عثمان مرزوق يشترك، يلعب تلعب لأحمد قمر الزمان بدوره ناحية ناصر، يلعبها ناحية شن رجع القمر الزمان، قمر الزمان ناحية الجناح اللي صار يقطعها سامي جاسم من راس ترجع لماجد، وخطأ لصالح ماجد، لعبت خطأ بسرعة ماجد لعبها بذكاء لعمر، عمر بيجري مع ماجد بيقول له انا هنا، يلعبها لماجد، يلا ماجد كل على اثنين، يلا ماجد اضرب الكره، طيحوه الحكم بيقول ما في شيء، طيحوه شايفين ماجد، لو نشوف اللقطه دي دخل ماجد اكل واحد واثنين وطيحوه داخل سته، الحكم بيقول ما في شيء تجي جراح يعني تجي نجد عدد من دوبل انت ده ماجد في الكورة دي اللي بقول طيحوه، مر شايفين مر من واحد ومر من الثاني، بيموه بجسمه الأبعواني بجسمه جسم الغزال، شايفين كيف العنقلة؟ شايفين الراجل بيزحلق؟ شايفين الدنيا بيزحلقوه؟ ايش يعني ايش الحكم ايش رأيه فيها دي؟ أرجو نشوفه بعد كده بالفيديو، هجمة بتاع أحمد بيزيد لعمر، يا السلام يا أبو سراج، تتلعب لسامي جاسم، العبها ناحية بيزيد اصابة احمد عبد الله، هدف يا سلام يا مهند، يا سلام هدف، جبناه صحيح 100%، ما نبغى بلنتي، ما نبغى مستمرين في بلنتي، جابها ماجد براسه الذهبي، يا سلام طعنها براسه، طعنها السهم الملتهب، سهم ملتهب بالرجول وبالراس، ودي جماهيرنا، وهدف بعد 7 دقائق، 1-0، 1-0، وحيتكرر مسلسل الاهداف باذن الله، لعبه حلوه، رفعه حلوه من بايزيد، صاحب الفضل في هذا الهدف بايزيد، واللي توج الفضل ماجد احمد عبد الله، وهجم علينا من احد ناصر يوسف ويطلعها البيشي ضربة ركنية، وأول ضربة ركنية بسرعة ماجد لعبها بذكاء لعمر، عمر بيجري مع ماجد بيقول له أنا هنا، يلعبها لماجد، يلا ماجد كل على اثنين، يلا ماجد اضرب الكرة، طيحوه الحكم بيقول ما في شيء، طيحوه شايفين ماجد، لو نشوف اللقطة دي دخل ماجد أكل واحد واثنين وطيحوه داخل ستة، الحكم يقول ما في شيء تجي جراح يعني تجي نجد عدد من دوبل انت، ده ماجد في الكورة دي اللي بقول طيحوه، مر شايفين مر من واحد ومر من الثاني، بيموه بجسمه الأبعواني بجسمه جسم الغزال، شايفين كيف العنقلة؟ شايفين الراجل بيزحلق؟ شايفين الدنيا بيزحلقوه؟ ايش يعني ايش الحكم ايش رأيه فيها دي؟ أرجو نشوفه بعد كده بالفيديو، هجمة بتاع أحمد بيزيد لعمر، يا السلام يا أبو سراج، تتلعب لسامي جاسم، يلعبها ناحية بيزيد، إصابة أحمد عبد الله، هدف يا سلام يا مهند، يا سلام هدف، جبناه صحيح 100%، ما نبغى مستمرين في بلنتي، جابها ماجد براسه الذهبي، يا سلام طعنها براسه السهم الملتهب، سهم ملتهب بالرجول وبالراس، ودي جماهيرنا، وهدف بعد 7 دقائق، 1-0، 1-0، وحيتكرر مسلسل الاهداف باذن الله، لعبه حلوه، رفعه حلوه من بايزيد، صاحب الفضل في هذا الهدف بايزيد، واللي توج الفضل ماجد احمد عبد الله، وهجم علينا من احد ناصر يوسف ويطلعها البيشي ضربه ركنيه، واول ضربه ركنيه في المباراه، رمى التماس اسف، يلعبها خالد المعجل، يلا خالد امنها يا خالد، امنها بتمريره صح،
العبها صح لحسين بيشي. يلا يا بيشي، يلا يا بيشي، العبها البيشي لعمر بخشوين. عمر بخشوين، عمر بخشوين يحاول يسوي شيء. يلا يا عمر صلح لخالد المعجل، خالد المعجل صلح لحد ماجد عبد الله، اجرب ماجد عبد الله وتطيح فوق الحارس. آه ماجد يجنح، يجنح ما زال الكره فيها خطوره، ما دام مع ماجد فيها خطوره. ابعدها المدافع جونا، وكانت تمريره حلوه من خالد المعجل، تمريره حلوه يا خالد ابو الوليد لماجد، وماجد حاول ياكل الحارس لكن الحارس والدفاع در طلعوها، وطبعا فرصه كانت ممكن ان تكون مثمره. معليش يا ماجد عوضها. لعبت الكوره ناحيه كريم بن جناح اليسار اللي لعب بدل روكو ماران. سامي جاسم حينفذ رمد التماس ظهيرا اليمين سامي عثمان، عثمان رجع سامي حطها على الارض والعبها على طول قدام عمر بخشوي. معاك بايزيد ناحيه الجناح اليمين، بايزيد بيجري وارفعها بالعرض خالد المعجل. يلا خالد، يلا خالد انت المره. يا سلام يا سلام يا خالد، حظ سيء، حظ سيء يا خالد. معليش يا خالد، لعبة حلوة والله وابكم بالعشرة انها لعبة حلوة يا خالد. ده خالد المعجل لعبها لعبة حلوة، لكن الحارس المتفوق ده بايزيد اللي رفعها لخالد المعجل. شايفين خالد المعجل، شايفين كرة ناحية خالد المعجل دي لعادة، خالد المعجل يصلحها، يضايقوا قلب الدفاع، يا يمر منه، يمر منه، يصبح هو المرمى وجه لوجه، ويحطها والحارس صلحها برا. ضربة ركنية اترفعت، تلعب بالراس وتلعب ثاني وتتابع ناحية المرمى، وبعدها الدفاع تروح لمصبيح تصطدم، تطلع ضربة مرمى لخمة أمام المرمى الماليزي، وفرصة ضاعت أيضا، ضاعت. بعدها مصبيح ناحية مجد عبد الله يحاول يلمها، لكن تروح أسرع منه تسير بجد، تسير بجد ترجعها الحارس مرمى. هجمة من مرمانا الى المرمى الاخر، من مرمانا المطلق للحارس الثاني رشيد حسن. ناحية كريم